جدد كهنة البطريركية اللاتينية في الأردن مواعيد كهنوتهم، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه المطران جمال خضر في كنيسة العذراء الناصرية الصوفية. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن يوم خميس الأسرار وقال: إنها مناسبة مقدسة لتجديد وعودنا الكهنوتية، حيث أن محور احتفال القداس هو سر القربان الأقدس. وأشار المطران خضر إلى أن المسيح أقام عهداً تنبأ عنه الأنبياء وانتظرته البشرية طويلاً ليضم كافة الشعوب ويصبحوا أبناء لله. لنتعلم الإصغاء بعضنا إلى بعض قبل أن نكلم بعضنا بعض، ونتعلم الانفتاح بدل من الانغلاق، لنصر كنيسة بالمشاركة الجماعية في الصلاة والاحتفال، لتكن الليتورجية ترحيباً بالله وبالآخر، لنصير في المسيح جسداً واحداً وروحاً واحداً. لنتعلم أن نحتفل ليس من أجل الاستعراض أو لتأكيد الذات، بل لإعادة اكتشاف العلاقة التي تؤسس كياننا مع الله والآخرين. في هذا القداس يتم تجديد مواعيد الكهنوت للكهنة جميعاً، وهي مناسبة مقدسة. أولاً لكي يجتمع الكهنة معاً، يصلوا معاً، ويظهر أخوتهم الكهنوتية معا، جميعهم يشتركون في هذا السر المقدس، ومن ثم تجديد هذه المواعيد لننطلق استنادا على ما قام به السيد المسيح من بذله لذاته في سبيل جميع البشر، أن نستمر في رسالتنا الكهنوتية بأمانة أكثر وباندفاع أكثر. سر القربان الأقدس مرتبط بسر الإفخارستية، وسر القربان الأقدس مرتبط بسر الكهنوت، لذلك هذا هو العيد السنوي للكهنة، هذا هو سبب للفرح لجميع الكهنة ولإظهار أخوتهم وكونهم جسدا واحدا في المسيح. نحن كجماعة كهنة معا نعمل لخدمة المسيح، لخدمة أسراره، ومن أجل خلاص النفوس. الكهنة يجتمعون حول أسقفهم ويتحدون معا للصلاة، أولا من أجل رعاياهم، من أجل النفوس، ومن أجل بعضهم البعض، ولتجديد الوعود الكهنوتية. في الرسام الكهنوتية كل كاهن يعد الأسقف في بوعود كهنوتية، وخصوصا الاحتفال بالإفخارستية المقدسة. وفي كل خميس أسرار يجدد الكهنة هذا الوعد، ويتجددون هم أيضا في انتمائهم والتزامهم الكهنوتي. في هذا اليوم نقدم لكل الكهنة في كل أنحاء العالم التهاني بعيد كهنوتهم، ومنصلي من أجل كل الكهنة المنتقلين عنا في هذا اليوم، اللي بيشاركون اليوم حول عرش الحمل بالصلاة وبالاتحاد مع الذفيع الذبيحة الإفخارستية على الأرض، ومنصلي من أجل كل المؤمنين اللي بحاجة في هذا الزمن المقدس إلى نعمة خاصة. جزء من خدمة الكاهن هو الصلاة من أجل الناس وحمل نياتهم أمام هيكل الرب، هذا الالتزام منا، وهي صلاتنا اليوم لكل الأشخاص المحتاجين لصلاتنا في هذا اليوم المبارك. كل عام والجميع بألف خير وأعياد فصحية مباركة ومجيدة.